طيب تعالوا بقى نروح للاعب النادي الاهلي الجديد خالد عبد الفتاح، اللي اتكلم كلام يعني حلو جدا الحقيقه بعد انتهاء المباراه. قال ان اي لاعب يرتدي قميص النادي الاهلي ويشاهد مؤازره الجماهير في المدرجات لا بد وان يتفانى في واجبه ويؤدي كل ما عليه بشكل اكثر من ممتاز. تعالوا نشوف هو قال ايه. اتفضل. طبعا الحمد لله الاول والشكر لله طبعا. بشكر اللعيبه، لعيبه رجاله، شخصيه فرقه، جمهور عظيم، مسانده عظيمه، مش عارف اقول ايه. مبسوط جدا، الف مبروك لجمهور النادي الاهلي. اهم حاجه بس كنا بنلعب بروح وشخصيه النادي وشخصيه الفرقه. اي حد بيلبس تيشيرت يبقى من ال 11 كانوا بيلعب بقاله سنين يعني في النادي الاهلي، فالحمد لله. طبعا طول عمر جمهور النادي الاهلي هو السند والدعم الاول. بتحس انك ليك ظهر، بتحس بتلعب بثقه مهما حصل، هم في ظهرك كسبان خسران، فده مديك دافع قوي جدا، مديك حافز على طول، على طول حاسس ان انت اكتف على طول. جمهور عظيم، ان شاء الله ناخد الدوري وباذن الله الكاس، وفي كاس العالم ما نقدر نوصل لابعد مدى ان شاء الله، نهائي باذن الله. تعالوا بقى نتكلم عن حسين الشحات اللي برضو قال التصريحات كانت حلوه، انا شفتها حلوه جدا. هو اتكلم عن ان هم كلهم بيسعوا للفوز بكافه البطولات اللي هيشارك فيها الفريق الموسم الحالي ان شاء الله وكمان القادم، واللي جاي يتكلم ان هو هيكون احسن. اتكلم كمان عن نقطه عن كهربا، يعني يمكن احنا شفنا تصريحات مختلفه، كلهم تقريبا تحدثوا عن كهربا وقد ايه كهربا يعني عنده اصرار واتكلموا معاه وان هو متالق جدا من منذ عودته، لكن هو تحديدا حسين الشحات كان بيقول ان هو اتكلم مع كهربا قبل الماتش يعني، واكد لي ان هو هيفوز او ان هو هيحرز يعني بمعنى اصح اهداف، وده فعلا يمكن اللي اتحقق. حلو جدا يبقى عندك ثقه في نفسك كده، تقول انا داخل المباراه دي، المباراه دي بتاعتي او المباراه دي انا هحرز فيها اكثر من هدف او على الاقل. خدت بالك كمان وهو يعني ومحمد شريف نازل كهربا كان بيقول له ايه، هتجيب جول. أيوة. هتجيب جول. ما هو ده الاصرار الكريم، دي الروح اللي احنا بنتكلم عنها. فكره الموضوع مش كلام وخلاص، يعني يقول لك روح الاهلي وفانيله الاهلي وكيان الاهلي. على فكره ده حقيقه، ده مش رغي بنقوله، في حاجه اسمها روح الاهلي والكيان والكيمستري ما بين اللعيبه والجماهير اللي في ظهرك، وفكره هنا الواحد نازل عايز يحقق فوز، مش نازل يلعب وخلاص، ودي مباراه قمه والاثنين كانوا نازلين مستقتلين والاثنين نازلين في طبعا تنافس شديد كده، تنافسيه رائعه وحاجه على فكره في الاول وفي الاخر دي لصالح. تاني هرجع اقول الكره المصريه، حلو انك تشوف في تنافسيه شديده، حلو انك تشوف ان انت بتكسب، بس بتكسب حتى بصعوبه. انا مش عايز انزل اكسب نفسي برضو ولا ايه، عايز العب كوره.